السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميوانا شو توفير فان بشرس كي سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان بقدر جيد بروح كنا دوا بيان قارن دوا شو أشا خاب كي دوا الحمد لله برا خاب كي دوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مي بچنی گھبرات کی دعا اعوذ بکلمات اللہ تامت من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین ویحذرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام زہ منظور مجھے زرز گائی سبیل رسول صلى الله عليه وسلم اسمس بران آز قرب كيان دعا طيب بركان بيان قد نبدعا شو سنه سي پهل كي دعا بسمك اللهم اموت و احيا دوم دعا شو سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا وعليه النشور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميوانا شمان تشاجل شزار ازغاي سبيل رسول صلى الله عليه وسلم چك طالبا آز کر بتوحي بروشكين سلام مجادا بيان گوانک چھو علیکہ السلام وغیرہ تھی والفاظ سوت سلام پیزن کارن بلکہ پیز کرن السلام علیکم. دویم چھو سلام کرنس اندر پیز پہل کرن نبی کرن صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرماوان بے شک چھ تیم لوک اللہ تعالیٰ ہس قریب گچھن ہم سلام اس پہل چھ کرن. تریم چھو اگر جماعت بوڑ آسہ تیل پیز تریلر سلام کرن چھ مسنون. ژورم چھو سلام پیز بلند آواز سان کرن اگر کن جائے کاش شنگت آس تیل پہ پستہ آواز سان سلام کریں. پوچم چھ مجلس من داخل گھنے وز تو واپس نینے وز پہ سلام کریں چھ مسنون. شیم چھ سلام کرنس دوران جکھن یا سجد ریز گھن سخت منع اللہ تعالیٰ دین اس کتھن پہ عمل کرنک توفیق.